نادي الزمالك ممكن يعاني السنه دي بسبب الامور ديت، لان نادي الزمالك في لعيبه كتيره قوي ممكن يكون مثلا نادي الزمالك افتقدها وما جابش لعيبه، لان هو محتاج مثلا نادي الزمالك عايز بالظبط 5 6 صفقات كويسه، 5 6 صفقات سوبر. اولا يمشي كل اللعيبه الافارقه اللي عنده ما عدا الفيرود سيفيجيري، المسلوس لازم يمشي مع احترامي ليه، يعني عندي لعيبه شبهه ما ياخدش مكان يعني اجنبي بالظبط، اجيب لعيبه تانية احسن. ناداي سامسون طبعا يعني مش هنعلق، كل دولت لازم يمشي يعني يعني دولت يعني ما يعدوش، مش لاقي غير واحد بس هو الجزيري اللي لا هو ما يعدوش من جنب سور نادي الزمالك، عشان ايه ما يبقوش يقول لك ايه ده لعبوا في نادي الزمالك مش ما يلعبوا، هم دلوقتي بيلعبوا. انا من وجهه نظري لو انا مسؤول يعني لا انا ما خلهمش يعدوا عشان محدش يقول لك ايه ده لعبوا او مشوا من جنب السور، اتدرب بس في الزمالك يعني بالظبط كده، لان دولت لا يليقوا بنادي الزمالك. في ناس كتير او لعيبه كتير قوي مش عارفه قيمه نادي الزمالك بامانه، يعني عشان ايه الحاجه ديت بتزعل الواحد. في لعيبه موجوده ولعيبه قبل كده وكذا بيفتكروا ان نادي الزمالك ده ايه اكنه هو، لا ده نادي الزمالك ده عنده شعبيه كبيره، نادي الزمالك عنده بطولات. لولا الامور في امور كتيره جدا نادي الزمالك بيفتقدها اللي هي المال الفلوس، يعني كان نادي الزمالك ممكن يبقى بيقعد ينافس نادي الاهلي فيبقوا راس براس على طول. بس في اوقات كتير نادي الزمالك بسبب مشاكل اداريه مجلس الاداره، مشاكل حاجات كتيره فبتوقع لعيبه نادي الزمالك، لان طول ما انت لعيبه الزمالك لعيبه نادي الزمالك بتاخد فلوسها في اوقاتها وبتاخد فلوس بانتظام وكده، تلاقي نفسيه لعيبه نادي الزمالك مرتاحه، بينافسوا كويس جدا في الدوري وبيلعبوا كويس جدا، حتى لو هم ما عندهمش مثلا لو زي الايام دي طبعا وقف القيد وكده. نادي الزمالك خد الدوري السنه سنتين ورا بعض وكان في وقف قيد، بس كان في اسماء وكان في حد ممكن يشيل اللعيبه دلوقتي يعني برافو عليك الفريق تمام يعني اتفرغ تقريبا. انا معاكي في النقطه دي، لان كان ساعتها في كذا لعيب، كان في ساعتها بن شرقي، كان ساعتها في لعيبه كتيره، بس هو وقف القيد كان في بن شرقي وزيزو وسيف، ما هم دول اللي كانوا موجودين، كانوا موجودين نص الملعب. كان هو انا ده انا اللي انا شايفه دلوقتي نادي الزمالك محتاج نص ملعب قوي، لان دايما بقول في الكوره طول ما انت عندك سرد باكين كويس اللي هو الخط اللي في القلب ده، سرد باكين كويسين، ديفندر او ديفندرين كويسين، وفيرود كويس، هتلاقي الخط دوت بحارس المرمى. طول ما الخط ده كويس كل اللي جنبك بيبداوا يبقوا كويسين. يعني نادي الزمالك محتاج ديفندرات كويسين، الاختيارات اللي هو اختارها يعني كانت كويسه لما جت نادي الزمالك، لسه ما ادوش المردود اللي هم اللي الجماهير مستنيانا من اللعيبه ديت. كان نفسي يبقى موجود مهند لاشين في نادي الزمالك، كان يروح نادي الزمالك كان عايزه. دونجا برده كان موجود بس لسه ما اداش المفروض يعني بالظبط. لان في الاخر انت بتيجي تبصي على اللي موجود في الدوري المصري تقعدي تفكري، يعني عمال افكر مين ديفندرات، مش عارف تلاقي حد كده يعني ينور قوي يخش النادي الاهلي. فانت كنت ممكن تجيب لعيبه محترفه كويسه، تجيب ديفندر جامد مع واحد فرويد مع كذا، هتلاقي الامور بقت اتحسنت في نادي الزمالك.